يقول والدتي أو سائلة: والدتي قامت بتكنيز ذهب لمدة 10 سنوات من أجل زواجي، وأخذته في الزواج وتزوجت به، هل عليه زكاة؟ علما عليه الزكاة إذا بلغ النصاب، عليه الزكاة كل سنة، لأنه مال يبلغ النصاب وتتم عليه السنة تجب فيه الزكاة، يخرج ربع العشر ولو كان يراد للزواج أو يرصد للحاجة، تجب عليه الزكاة بمرور السنين، كل سنة ربع العشر منه.